اساسا. شوف اللي موجود جيمي صحيح انه بيرجع للقريه باذن الله. شفت رجعته للقريه هذه؟ جميل. من بعدها ما راح يدخل البرايم ابدا الا البرايم اللي قبله الاخير ويودع فيه. لا بيدخل البرايم اللي قبله الاخير باذن الله سبحانه وتعالى، ثم راح يتاهل ان شاء الله للنهائي. منيف ما راح ياخذ ولا مركز من المراكز المطروحه وفيها جوائز، ولكن والعلم عند الله انه سيكون له جماهيريه غير طبيعيه. طيب عبد المجيد فوزان. عبد المجيد فوزان شهادتي في مجروح. قل ليش؟ لانه كنت سولف معي على هذا المكان، فما اقدر اقول شهادتي، يعني ما اقدر اتوقع اموره المستقبليه. جميل. لكن هو يعيبه شيء واحد بصراحه. وشو؟ مهايطي. لانه خوه مهايطي اذكر صح؟ سام طال عمرك؟ لانه صديقه القريب له مهايطي. اي يعني يقف فوق المسرح حرك يديه مسوي فيها انا الذي مؤثر. يا الله يا الله يا حبيب الكل انت. جميل. ودي لو اسمع كلمه كفو بلهجه بنبره عبد المجيد فوزان. جميل جدا. اجين. جميل. طيب ابى اسالك يا مرايه، ليش ما اختارني سالم الخنفري؟ ايش؟ ليش ما اختارني سالم الخنفري شريك؟ سالم الخنفري ترى من الناس اللي يلقي بعض الاشياء بدون ما يدرسها. زين؟ جميل. اضطربت اموره، تم الاختيار، زين؟ ولا هو منقوص بالشباب اللي معه، ولكن كان بيختارك انت يا منيف الثالث، ولكنه جت الامور على غير ما يتوقع. اسالني عن الهاشتاج اذا تبغى تعرف اسمك بالهاشتاج. وش اسمي بالهاشتاج؟ اسمك منيف منيف يعني وش بيصير؟ اي طيب بالهاشتاج بالهاشتاج. اي تبغى وضعك بالهاشتاج؟ اي وضعي بالهاشتاج. الناس يغردون عنك، مبسوطين من بعض حركاتك، من بعض ابياتك. صحيح انك تنافخ احيانا وانت بالقصيده، بل احيانا تنافخ والقصيده غزل، انا ما ادري ايش الفكره. بس انه على كل حال يعني ابشرك الحمد لله وضعك مطمئن. حاول انك تتحرك اكثر، حاول انك تبحث عن اماكن اكثر حيويه يا منيف. جميل. طيب يا مرايه. اي ايش قولك في ابو كاتم؟ ترى ما اسمع. نغير السؤال؟ يا ليت. طيب ولكن جاني علم انه خصم على عبد المجيد الفوزان. جميل. ولكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى دبلت. جميل جدا. الحمد لله. ايش كلمتك عن سمو يا مرايه؟ سم طال عمرك. ايش كلمتك عن سمو؟ انا والله ودي اتبرع بنجفه للسمو. قصدك للوقف اللي بيسوونه؟ ايه. جميل. طيب يا مرايه تعال تعال. مرايه الاحلام هذه؟ ايه سولف. دقيقه اجلس اجلس دقيقه. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. اصبر. سلم سلم زين سلم زين. السلام عليكم يا مرايه. بيدك اليمين بيدك اليمين. اوكي. السلام عليكم يا مرايه. دقيقه. مساعد حماد. اي مساعد. اجلس اجلس اجلس. يا منيف. سم سم. ترى ما احب تقاطع الاصوات، والله تقاطع اني لا اختفي. جميل جميل. لا 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 هدي اصابك هدي اصابك. مساعد حماد عندك صح؟ اي نعم اي نعم. الحمد لله على السلامة يا مساعد. الله يسلمك. ايش دراك انت؟ مراية وش دراك؟ الله يرحم والديك. شغل مخك تكفى. ايه صح. جميل. يقول ما وده تشغل مخك. اسال عندك سؤال تقدم للمراية. اي عندي سؤال. وش؟ تفضل. اذكر الله. لا اله الا الله. طلع مسلم. طلع مسلم. تعال تعال يا عبد العزيز. يلا سؤال سؤال. اخذ كرسي انا. لا لا سؤال توجه لمراية. ضيق الكرسي حتى هنا. اسحب لي بعد. اسحب لي. سؤال توجه لمراية. هذا عز ال زايد صح؟ اي هذا عز زايد. ايه عرفته؟ اي عارفه عارفه. قول له عبد الرحمن ما عبد العزيز. عبد الرحمن عبد العزيز عبد العزيز. واضح واضح من وجهه اصلا. اوف والله قفطه يا ولد. يا عز بسالك بس بالله. اي تفضلي. هي مرايه تفضلي صح؟ لا تفضل. الاحظ عليك انا كثره الضحك. اها. على غير سنع. ايوه. هل هذا الشيء صحيح؟ لا والله ما هو صحيح، بس انا احب اضحك لاني اذا ضحكت اطلع شيء من اللي في صدري. مو بكثره الضحك تميت القلب؟ لا ما تميت القلب بالعكس. مو هو بالانسان يقول لك نفسيا انه اذا اكثر الضحك معناته انه متضايق داخليا؟ ممكن. عطني اجمل نكته سمعتها بحياتك. ايش؟
اجمل نكته سمعتها. شو ذا؟ غششني غششني. انفخ انفخ. ها؟ غششني في نكته. اني ما استمع. شو اسمه؟ الانسان مثل بنادم اذا دعسته تريلا مات. يقول الانسان مثل بنادم اذا دعسته تريلا مات. ايوه. ضحكه 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 لو سمحت. الملايين ما تضحك، الملايين تعطي كف بس. اوه اي ويلي. في كف؟ اي في. جاك كف قبل؟ قبل شوي ترقب. منيح. طيب. تفضل تفضل. اسال ما بدا لك بسرعه لاني بمشي. طيب يا مرايه. سؤال. اي. ودي كلمه كفو بنبره عبد المجيد فوزان. اشغلت اهل اهلي. روح لعبد المجيد فوزان مهايطي، خلو يقولها لك. يلا كفو. واحده ثانيه بالله لو سمحت. بعدين ترى هي عبد المجيد فوزان. طيب. هي الحشيان الحشيان كان ماخذ ظني. طيب. منيف. عطني اجمل بيت كتبته في حياتك وارد لك انا بنظم مرايه. جميل، اجمل بيت. يا منيف. اسلم. اذا خلصت بيعطيني اجمل بيت، عطني اجمل شقه. تفضل. والله ظريفه يا ولد. ما تكسرت تو الحين. لو كل ما نفقد. ايه وشو؟ لو كل ايه ما نفقد. ايه بنلقى بديله. ايه ما كان شفت من المخاليق مهموم. يا الله. جميل. في بيت ثاني. تفضل. بطتنا بطت بطن بطتكم. بطتكم تبطن بطن بطتنا. مثل ما بطتنا بطت بطت بطتكم. منيف. سم. جعل يومك قبل يومي. زين قال جعلني. هذا ما اتمناه يصير. يا بعد راسي يا بعد راسي. لا لا افهم افهم الله يطول بعمرك. قول جعل يومك. ايه. قبل يومي. شعر ما يقصد. اصبر اصبر خلنا نسمع. ايوه. جعل يومك قبل يومي هذا ما اتمناه يصير. ايوه. لجل ما تحمل همومي من بعد موتي بعد. الله. هو يبغاك تموت بس بطريقه. إيه؟ اقول وراه ما تلفقه يا عز. ها؟ دقيقة. يا مراية. حان الوداع. اكسرها. جالس اسلم عليك. بس شيل يدك. طيب. شيل يدك لا اكسرها لك. طيب. عز. ها؟ سلمني على دحومي. الله يسلمك. وانتبهوا لانفسكم يا ولد زين. يا بعد راسي. وبعدين لا تمشون هالاشكال. ابشر طال. اللي هم اللي هم. منيف. اللي وانا ها؟ ايه ايه. اطلع. والله اني امزح الحين ماشي الاشكال. بالله عليك. جد فرصه يوسف. ادرك وش تحلاله ترى. ما يطيب. ما يطيب. كل هذا بخاطرك. شوف تبغى تسمع الكرسي. قل كفو. كفو. والله فكرتكم راح. انت الحين انا انجذبت. اشكم عبد المجيد منخش. ايه وانت تعرف انا رجال راي مواجه ماني بنخش ابد. كفو. شكلي والعلم عند الله اني جوعان والعلم